خلونا نروح للنهاردة. والنهاردة تحديدا أمر المحامي العام للنيابات الكلية في البحرين المتهم علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الإرهابية، أمر بحبس هذا المتهم احتياطيا على ذمة قضية السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، مع ملاحظة أنه ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها. سيادة المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية بمملكة البحرين بيقول أنه في ضوء التحقيقات اللي بتجريها النيابة العامة بشأن وقائع الاتصالات المسجلة واللي جرت ما بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر، فقد باشروا أنشطة عدائية على حد تعبيره داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية، وأنه تم تقديم تقرير بيشير إلى مسؤولية هؤلاء المتهمين تحديدا وتورطهم في أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية، وأن المتهمين في هذا الشأن في هذا الصدد تلقوا دعم مالي من الجانب القطري مقابل الاتصالات مسجلة يا سادة، ها تمام، مقابل قيامهم بإيه؟ بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد، وأنه تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لواحد من المتهمين للقيام بأعمال بتضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف تاني ليكون مسؤول الاتصال مع الجانب القطري، كمان تم رصد العديد من الفاعليات رصد العديد من الفعاليات واللقاءات والبيانات والأحاديث اللي أجريت مع المتهمين من خلال القنوات الإعلامية الإيه؟ طبعاً القطرية، وتم الكشف على أنه في إطار هذا الاتفاق نقل المتهمين معلومات سرية وأمدوا الجانب القطري بها لخدمة نشاطهم المناهض للنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام. كان شهد بذلك ضبط التحريات واثنين من شهود الإثبات اللي تمت كفالتهم بنظام حماية الشهود، يعني مش حد تاني ده منهم فيهم، بس اتعمل لهم نظام لحماية الشهود علشان يعني ما حدش يقرب لهم، وده وفق لأحكام القانون بمملكة البحرين.